دائما انا دائما تنقولها، دائما تنعطيو قيمه لشي حاجه تافهه جدا، ماكيور ولا غيره ولا كيف ما كان بغى يكون نوعه. انا ما كيهمني حتى شي واحد، غنعاود نكرر لك، يكون شكون ما بغى يكون. انا ذاك الوقت ما غنكونش متواجده في المغرب، انا حيت كنستني دي كونطرا قبل بعام ولا 6 شهور، دونك ما غاديش نقدر نكون. الا الشخص بدات هو قال لي انا بغيتك تكوني معايا في عرسي وهذا، انا شي كيهمو اكشوان كنوان، قال لك حنا بغينا اختي دنيا باطمه تكون معنا، بالعكس ليا شرف كون كان عندي غير الوقت نكون معهم وما تسوق حتى شي واحد. انا دائما تنقولها، انا دائما كنبغي نلبس الحاجه اللي تكون فيها علاش وكيفاش، وديما اش واقع كنبغي خالي بتعرف، دائما كنبغي نكون مختلفه متميزه. الاطلاله فعلا كانت متميزه، لا من ناحيه الميك اب ولا الشعر ولا القفطان، القفطان كانت فيه واحد التاتش ديال الفاشن. القفل راه كاين في دولتشي غابانا، كاين في اغماس، كاين مجموعه ديال الماركات العالميه، علاش حنا خاصنا القفطان المغربي بقى محدود؟ اوكي القفطان المغربي المخزني هو اللي كيكون بهيبته وهذاك كنعرفوه محافظين عليه، وانما الجيل الجديد تيبغي يدير شي حاجه سبيسيال القفطان، حتى حنا نضيفوا اشياء اللي توصل للعالميه. دونك يمكن الناس ما تفهموا وما فهموها، وانا متاكده انه في الاعراس القادمه غتشوفوا بزاف دايرين القفل. مي دائما حنا لاش وعلاش وكيفاش. بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، كنقول المرأة العربية بصفة عامة والمرأة المغربية بصفة خاصة، كل عام وانت بتألق ونجاح إن شاء الله، ونشوفك دائما منورة صورة بلادك يا ربي. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. Thank you.